السلام عليكم. في الفيديو رح ندرس مع بعض آخر تجربتين اللي هم علاقة بالإلكتروكيمستري. تجربة بنناقش فيها الجالفانيك سيل والنيرست إكويجن، والتجربة الثانية هي عبارة عن إلكتروليك سيل أند فاراداي لو. هلأ سبب جمعهم مع بعض لأنهم الثنتين بمثلوا الإلكتروكيمستري. لما بنحكي إحنا قاعدين على الإلكتروكيمستري معناته إحنا بنحكي قاعدين على تفاعلات أكسيديشن ريدكشن. Oxidation Reduction بتعني عندي انه في عندي انا عملية electrons involved في الموضوع. فعلى سبيل المثال لو كان في عندي انا A تحولت ل A plus زائد electron، فهي الحالة بنسميها Oxidation اللي هي باختصار increase في الoxidation number. انا عندي هنا كانت 0 تحولت الى plus 1 فهي عبارة عن oxidation، هاي بنسميها oxidation. لما نحكي احنا قاعدين على بنحكي على reduction معناته انا عندي b تحولت الى b minus. حتى المعادلة تكون موزونة لازم يكون في عندنا هنا electron، فاذا كان oxidation number نقص هنا تحولت من 0 الى minus 1 فبتكون في هالحالة عندي انا عملية reduction. تمام، على سبيل المثال لو كان عندي هنا A plus 3 فرضا تحولت الى A plus 2، ماشي، معناته هاي كمان عندي عملية reduction لانه هنا في عندي هنا electron، واذا الاكسيديشن نمبر نقص فبكون هو عبارة عن reduction، اذا الاكسيديشن نمبر زاد فبتكون عندي عملية oxidation. فتعريف الاكسيديشن او reduction هو بالشكل التالي: oxidation هو عبارة عن increase في الاكسيديشن نمبر من فضلا من 0 الى plus 1 فهي oxidation، بينما reduction هو decrease في الاكسيديشن نمبر على سبيل المثال من plus 3 الى plus 2. لاحظ انه بعمل عملية balance بوجود الالكترونات. تمام، هاي هي تعريفنا للأكسيديشن ريدكشن. لما نحكي قاعدين على إلكترون بنحكي إلكتروكيمستري، فهو التفاعلات الموجودة فيها عملية أكسيديشن ريدكشن واللي بتتضمن إلكترون ترانسفير. أذكركم كمان مرة، هاي أنا في عندي A على سبيل المثال بلس تعطيني A بلس زائد إلكترون، هاي عبارة عن أكسيديشن، والإلكترون على سبيل المثال بلس B عشان تعطينا B ماينس، هاي عبارة عن ريدكشن باختصار. هذا التفاعل بمكانه يكون في عندي نوعين من أنواع التفاعلات. هذا التفاعل بمكانه يكون spontaneous لحاله، بمعنى مش محتاج أي تدخل خارجي، فالحالة ماشي. طبعا النت رياكشن تبعهم هنا بتكون أنا عندي هنا A plus B عشان تعطيني A plus زائد B minus. إذا كان spontaneous هذا التفاعل بنسميه redox reaction، electron flow from the reactant that is oxidized ماشي to the reactant that is reduced. المادة اللي بصير لها عملية اللي بصير لها oxidize بنسميها reducing agent، فالحالة ال A بنسميها reducing agent بينما ال B بنسميها oxidizing agent. المادة اللي بصير لها oxidation بنسميها reducing agent، المادة اللي بصير لها oxidation بنسميها reducing agent، يعني الاسم كأنه بالعكس. anyway، فإذا هذا التفاعل صار spontaneous بدون أي تدخل خارجي ماشي بنسميها galvanic cell أو volatic cell. فالنتيجة في هالحالة بتكون إنتاج طاقة أو إنتاج كهرباء ماشي، زي البطاريات اللي بنستخدمها في الساعات وفي بطاريات السيارات وإلى آخره بتنتج كهرباء، فهو عبارة عن spontaneous reaction بنسميها galvanic cell أو volatic cell ماشي. النوع الثاني بنسميها electrolyte cell. فأنا في عندي نوعين من أنواع السيلز، في عندي أنا electrolyte cell وفي عندي galvanic cell. الgalvanic cell هو عبارة عن spontaneous redox reaction ماشي، بتتكون من بارت بصير له عملية oxidation وبارت بصير له عملية reduction. النوع الثاني بنسميه electrolytic cell. electrolytic cell وهو عبارة عن device that use ماشي electricity to drive a non-spontaneous redox reaction. فبالتالي في electrolytic cell احنا بنستخدم الكهرباء عشان نخلي reaction كان مش تلقائي حتى يصير تلقائي. على سبيل المثال انا في عندي لما بنعمل عملية separation الهيدروجين اكسجين من المي، فاحنا بنستخدم يعني ال H2O فرضا بدي افصلها اساس تعطيني H plus زائد O minus،
ماشي، هاي بنستخدم هنا electricity حتى يصير هذا التفاعل، لأنه تفاعل non spontaneous. هاي بسميها electrolytic cell. ففي عندي نوعين من أنواع السل بشكل عام، في عندي الجالفانيك سل أو الفولاتيك سل اللي هي بتنتج كهرباء عبارة عن spontaneous oxidation reduction reaction، وفي عندي الالكتروليتيك سل اللي هي non spontaneous reaction، احنا بنستخدم له الكهرباء أو بنستخدم له electricity أو الإلكترونز حتى يخلي هذا التفاعل يصير. فهذولا النوعين الأساسيات من التفاعلات الموجودة اللي عندنا أو أنواع السل الموجودة اللي عندنا. قبل ما نبدأ في موضوع السل أو قبل ما نبدأ في هذا الموضوع، بسوى نتذكر بعض المفاهيم اللي إحنا بنستخدمها، بعض التعريفات أو بعض اليونتس تحديدا اللي إحنا بنحكي عنها. لما بنحكي إحنا قاعدين على سل، الإنرجي بنقيسها من خلال الفولتس، والفولتس هي عبارة عن يونتس used to measure the potential. ماشي، معناته الفولت اللي هي بنستخدمها حتى نقيس البوتنشال، ماشي، هي عبارة عن اليونتس تبعت البوتنشال ورمزها عادة V. الأمبير، ماشي، الأمبير هو عبارة عن، في عندي طبعا كمان بنستخدم كمان، في عندي الأمبير اللي هي عبارة عن ميجر، خلينا نكتبها ميجر of the number of electrons ماشي that pass through ماشي through a given point ماشي in a given time in a given time. الأمبير هو كمية عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات اللي بتمر في نقطة معينة في زمن معين، عدد الإلكترونات بتمر في نقطة معينة في زمن معينة، وهي عبارة عن A، نعطيها رمز أمبير. طبعا الأمبير مرتبط في الريزيستنس اللي هي المقاومة، نتذكر في عندي كمان الريزيستنس اللي وحدتها اللي بنسميها R ووحدتها أوم، ماشي. وبنعرف انه في هالحالة الفولت في هالحالة بصفينا عندي الفولت هو عبارة عن الأمبير ضرب الأوم، الأمبير في الأوم، فالفولت هو عبارة عن حاصل ضرب الأمبير في الأوم. في عندي كمان الكرنت ماشي، الكرنت اللي بنعطيه رمز I وبنعبر عنه من خلال اللي هو عبارة عن الأمبير ضرب التايم، هاي الوحدات اللي احنا محتاجين نتذكرها، ماشي. طبعا وحدة الكرنت اللي هي كولومب للناس اللي نسيتها، ماشي. وزي ما بنعرف في عندي انا الفرده، وحدة الفرده اللي هي عبارة عن تشارج ماشي of one mole of electron of electron. وبنعرف كمان انه الواحد فرده بمثل 9 6 4 8 5 كولم، ماشي. هاي اليونتس اللي احنا نذكرها، ذكرنا مع بعض كمان مرة حكينا الأمبير هو عبارة عن الميجر of number of electron pass through a given point at a certain time، والكرنت هو عبارة عن طبعا الفولتج هو عبارة عن البوتنشال اللي هو عبارة عن الأمبير في ريزيستنس، ماشي، عبارة عن الأمبير في ريزيستنس، والكرنت هو عبارة عن الأمبير في التايم وحده الكولوم، والفرد في عندي وحدة الفرد اللي هي charge of one مول of electrons اللي ويكافئ الواحد فرده 9 6 4 8 5. هذا اللي احنا نذكرهم مع بعض. في عندي كمان تعريف اللي هو قانون فرده، فرده لو اللي هو the mass of substance produced by electrolysis is proportional to the quantity of electricity used. فكمية الكهرباء the mass of substance هي عبارة عن الكرنت في التايم. لاحظ انه هاي بعد مرتبط في عملية الالكتروليسيز، معناته احنا بنحكي هنا على الالكتروليسيز سل، على النوع الثاني من السل اللي هو الالكتروليك سل. احنا رح نركز اليوم في محاضرة اليوم هاي هي المفاهيم اللي انا اضطريت ارجع لكم اياها مع بعض حتى نقدر نكمل في تجربنا. احنا اليوم رح نركز او في تجربة اليوم ان شاء الله رح نركز على الجلفانيك سل او الفولتليك سل. الفولتليك سل
هي بتتكون زي ما احنا شايفين في الرسم اللي عندي انا هنا، بتتكون انا عندي من تو بيكرز، تو بيكرز بتتكون من الانود، وبتتكون عندي انا هنا من الكاثود. نشوف شو كل المكونات فيهم. each half cell consists of a metal electrode ماشي in contact with solution contain salt of that metal. على سبيل المثال هاي لاحظ انا عندي هنا بتكون هاي عندي انا هاي الميتال زنك، وهنا في عندي السوليوشن بتكون من زنك سلفيت على سبيل المثال، وفي عندي انا هنا الكبر ميتال موجود في السوليوشن تبعه اللي هو كبر بلس 2. لاحظ انه هنا في عندي هذا السوليوشن اللي هو عباره عن ممكن يكون كبر اس او 4 كبر SO4، فالأول نحطه في الرياكشن بتفكك بيعطيني كبر. فهو كل كومبارتمنت كل سيل أو كل بيكر بتكون عندي أنا من الميتال اللي هو الزنك في الحالة مع السوليوشن تبعه اللي هو زنك بلس 2، والطرف الآخر بتكون عندي أنا كبر بلس 2 مع الميتال كبر. ففي عندي أنا بكون في عندي أنا هنا تو سيل ناخذها بهذه الطريقة أفضل. في عندي الأنود ماشي الأنود اللي هو بتكون إشارته نيجاتيف زي ما احنا شايفين هان، وقلنا الأنود في عندي هنا الأوكسيديشن بصير على الأنود ماشي الأنود الأوكسيديشن بصير على الأنود. هنا في عندي الأنود وفي عندي الكاثود المنطقة اللي بصير فيها ريدكشن، فاللي بصير في عندي في على الأنود بصير عملية أوكسيديشن إنها زد أن بتتحول لزد أن بلس 2 زائد 2 إلكترون، بينما في الكاثود بصير عندي عملية ريدكشن انه هو كبر بلس 2 زائد 2 الكترون يعطيني كبر سوليد. طبعا حتى تكمل لازم يكون بيناتهم سولت بريدج، هاي السولت بريدج اللي اساس تكمل الدائرة الكهربائية. ما دام نحن قاعدين على جلفانيك سيل او فولتريك سيل معناته في عندي انا هاي الرياكشن عبارة عن سبونتينيوس، والالكترونات اللي بتطلع عندي انا من هنا بتمر من الاكسيديشن بتروح للريدكشن، فالتو الكترونز اللي بينتجوا عندي انا هنا بتحركوا من خلال الواير، وهي الفولت ميتر بقيس قديش البوتنشال ماشي بيعطينيها بالفولت عشان تروح للكاثود على اساس تصير في عمليه الريدكشن ماشي. فالتفاعل الموجود في الاكسيديشن حكينا انه زد ان الميتال بتحول ل زد ان بلس 2 زائد 2 الكترونز، معناته هنا مع الوقت هذا بنزل بخف تركيزه او بتخف وزنه، بينما ال 2 الكترون بيمشوا لعندي هنا عشان يجوا على الكبر اللي بصير على الكاثود اللي بصير عند الكاثود اللي هو عباره عن البوزيتيف ماشي اللي بصير في عندي انا الكبر بلس 2 زائد 2 الكترون بتعطيني كبر، والاوفر اول رياكشن تبعهم لما بجمعهم مع بعض لاحظ 2 الكترونز بتروح مع 2 الكترونز وبطلع عندي انا زد ان بلس زائد كبر بلس 2 اكيوس عشان تعطينا زد ان بلس 2 زائد كبر سوليد. هاي هو التفاعل اللي احنا بصير عندنا ماشي. فهي هي الآلية اللي التفاعل فيها، وهي التفاعلات اللي احنا شفناها على الانود بصير عندنا عملية الاكسيديشن، وعلى الكاثود بصير عملية الريدكشن والاوفر اول رياكشن اللي احنا شايفينه امامنا. كثير ممتاز. طبعا حتى نحدد كل واحد فيهم او الاوفر اول بوتنشال ماشي بممكن نعمل عمليه بريدكشن، والبريدكشن هو قريب تماما من الاكسبيرمنتال من خلال شيء بنسميها ريدكشن هاف سيل، هي عباره عن جداول موجوده. على سبيل المثال في عندنا الايو بلس 3 طبعا لاحظوا انها كلها موجوده على شكل ريدكشن فورم على اساس نقدر نقارن بيناتها. لو طلعنا انا عندي هنا مثلا الايو بلس 3 بلس 3 الكترون على اساس الايو، فالريدكشن تبعه بالفولت عباره عن 1.5. ننتبه هنا على النوت اللي عندي هنا نوت مينز ات ستاندرد كونديشنز ماشي، وهاي اللي احنا بنسميها ريدكشن هاف سيل. طبعا في عندنا جداول موجوده كامل. لاحظ انه بس حتى نميز الارقام اذا في عندي انا ريدكشن هنا بوزيتيف وبعضها زيرو، طبعا الستاندرد بالنسبه لنا هو الهيدروجين، اذا كانت المنطقه اللي فيها بوزيتيف مين ذات ذيس ايون لايك تو بي ريدوسد ماشي. شو اللي عرفنا ماشي؟ اللي عرفنا انه هاي الميتالز الموجود انا عندي هنا هذولا اللي هنا بتوقع يصير لهم عمليه ماشي ريدكشن لايك تو بي ريدوس. شو اللي عرفني هاي؟ لانه الاي ريدكشن از لارج اند بوزيتيف نمبر، فكل ما كانت الاي نوت لارج وبوزيتيف نمبر فبتكون عنده قابليه يصير له عمليه ريدكشن. هلا رح نشوف مع بعض ليش ماشي. بينما لاحظ هاي الارقام اللي تحت هنا عندي انا نيجاتيف وارقام كبيره معناته عندها القدره انها تصير لها عمليه اوكسيديشن، لانه هي عباره عن
عندها large positive value إذا حولناها في عملية الأكسيديشن. يعني هاي لاحظ حتى نفهم شو بحكي قاعد. أنا في عندي هنا ما دام هي positive معناته ما في عنا إشكالية كأنها spontaneous بتتحول إنها صار عملية reduction. لكن المنطقة اللي عندي هنا لأنه أرقامها negative فهي أميل حتى يعني أميل إنها تكون في هالحالة تكون تعمل عملية أكسيديشن أكثر منه positive. على سبيل المثال زي ما شفنا قبل شوي الزد أن ماشي أسهل تتحول لزد أن بلس 2 زائد 2 إلكترون. طبعا في ملاحظة كثير مهمة، قيم الإي نوت هاي إذا عكسنا المعادلة فبتنعكس، ففي الحالة زد أن قيمته هي عبارة عن بوزيتيف بوينت 7.6 ماشي. فلاحظ أنه حتى تكون إي بوزيتيف الأفضل أنها تكون تعمل عملية أكسيديشن. فبالتالي هنا المجموعة الأولانية هان it's likely to reduce لأنه عندها الE not positive، بينما هاي عندها it's likely to oxidize لأنه عندها E not عبارة عن large negative، فبالتالي لما تحول oxidation بتصفي large positive. ممتاز. ناخذ مثال كيف ممكن نحسب E not للسل، نفس المثال اللي احنا عملناه قبل شوي. على سبيل المثال لو بدنا نشوف التفاعل اللي احنا شفناه قبل شوي اللي هو تفاعل ما بين زد أن زائد كبر بلس 2 عشان تعطينا كبر زائد زد ان بلس 2. حكينا في هالحالة وهي قيم ال reduction half زي ما احنا شفناهم في الجدول اللي قبل شوي، كبر بلس 2 زائد 2 الكترون تعطيني 0.34. هاي الداتا اخذناها من اللي عندي انا هنا، كبر هي بلس 34 والزد ان هيها ماينس 0.65. حكينا انه ما دام هاي بوزيتيف معناته الكبر بريفير تو بي ريديوس، بينما الزنك بريفير تو اندرجو اوكسيديشن رياكشن. بناء عليها انا بتوقع انه هاي نعكسها فبتصفي. لما نعكسها بنغير الاشاره، لاحظ غيرنا الاشاره زي ما احنا شايفين هنا. فلو جمعنا اثنتين مع بعض زي ما عملنا قبل شوي الاوفر اول رياكشن بيعطينا هاي 2 الكترونز مع 2 الكترونز، والاوفر اول رياكشن بتعطيني كبر بلس 2 زائد زد ان solid عشان تعطينا كبر solid زائد زد ان بلس 2. طبعا اي نوت هي عبارة عن مجموعهم اثنين، ولاحظ انه اي نوت مجموعهم اثنين هي عبارة عن 1.1 فولت وهي بوزيتيف. ما دام بوزيتيف معناته هو بصير spontaneous ماشي. اي نوت بوزيتيف فبتكون عبارة عن spontaneous. طبعا لاحظوا نحن حكينا على اي نوت في هالحالة اي نوت ماشي E not تمام. E not ماشي نحكي على E not شو العلاقة ما بين E ماشي شو العلاقة ما بين E وعملية الاسبانتينوس. ليش افترضنا انه في اللحظة اللي فيها E هي بوزيتيف فهي عبارة عن اسبانتينوس. نتذكر طبعا هاي احنا انهينا موضوع الحسب اللي هنا. نسأل حالنا سؤال ماشي نسأل حالنا سؤال ليش افترضنا انه اذا كانت اي بوزيتيف معناته التفاعل تبعنا اسبانتينوس. نتذكر انه احنا اللي بتحكم فينا في موضوع الاسبانتينوس زي ما تعلمنا في الكيمياء هو عبارة عن قيم دلتا جي، وقلنا دلتا جي اجمالا لها ثلاث حالات. اذا كانت دلتا جي نيجاتيف فالتفاعل اسبانتينوس، اذا كانت زيرو فبكون في عندي انا هنا إكوليبريوم، إذا كانت بوزيتيف بيكون نون سبونتينوس في الاتجاه اللي احنا فرضينه ماشي. شو علاقة دلتا جي في إيه؟ احنا بنعرف انها دلتا جي بشكل عام دلتا جي تساوي ماينس ان اف اي نوت ماشي. طبعا ان هو عبارة عن عدد المولات او عدد الالكترونات في هالحالة، واف ماشي وF اللي احنا بنحكي عنها اللي هي اللي فرادي ماشي. F هي عبارة عن فرادي كونستانت اللي حكينا عبارة عن 9 6 4 8 5. هذا الحكي شو بيعني؟ بيعني انها حسب اشارة، لاحظ العلاقة انه حسب الاشارة. فبالتالي اذا كانت E not بوزيتيف زي ما طلع معنا في المثال اللي بين ايدينا فشكل طبيعي تكون دلتا جي نيجاتيف، معناته تكون عندي سبونتينوس ماشي. بينما اذا كانت E not نيجاتيف ماشي
إذا كانت E not negative معناته delta G is positive، معناته the process is not spontaneous، معناته العلاقة بيناتهم إحنا قلنا إذا كانت في الوضع اللي بين إيدينا هنا عندي هنا حكينا reduction هو اللي بصير لسبب بسيط لأنها E not positive، إذا مدام E not positive معناتها delta G في الحالة minus N E F، مدام E positive معناته دلتا جي نيجاتيف معناته هذا التفاعل سبونتينوس، معناته افضل انه يعمل عمليه ريدكشن ماشي. بينما في حاله اللي احنا موجودين في حاله الزد هنلاحظ ما دام انها نيجاتيف معناته دلتا جي في الحاله بدها تكون بوزيتيف، نيجاتيف في نيجاتيف بوزيتيف، معناته دلتا جي از بوزيتيف معناته هذا التفاعل مش سبونتينوس. طب شو التفاعل سبونتينوس؟ التفاعل سبونتينوس هو التفاعل العكسي، لما عملت التفاعل العكسي بتطلع دلتا جي في الحاله نيجاتيف لانه اي طلعت 0.76 اللي هي بوزيتيف، بوزيتيف في نيجاتيف تطلع عندي دلتا جي از نيجاتيف، فبالتالي التفاعل تبعنا سبونتينوس. هذا هو باختصار كل ما كانت اي بوزيتيف كل ما كانت التفاعل تبعنا سبونتينوس. معناته في الحال المثال اللي احنا حليناه نعم هذا التفاعل اللي ما بين زد ان وكبر بيعطيني كبر زائد زد ان بلس 2 هذا سبونتينوس لانها دلتا اي تبعته او اي تبعته هي عباره عن 1.1 فولت. بمعنى دلتا جي في هالحالة عبارة عن نيجاتيف، معناته التفاعل سبونتينوس بهذا الاتجاه. طب لو عملنا التفاعل العكسي، لو خلينا زد ان بلس 2 زائد كبر تعطيني كبر بلس 2 زائد زد ان، بدها تكون في هالحالة دلتا قيمة اي ماينس 1.15، فبالتالي دلتا جي بدها تكون في هالحالة بوزيتيف وبكون التفاعل نون سبونتينوس. بذكر كمان مرة كل الكالكوليشن اللي حكينا عنها قبل شوي كانت على أساس انها ستاندرد under standard condition اللي هي E not under standard condition. شو القصد في standard condition؟ انه التركيز تبع solution عبارة عن 1 مولر، درجة الحرارة 298، والبرشر 1 اتموسفير. هذول هم الستاندرد كونديشن اللي بناء عليها حطينا E not. طب اذا ما كانت على standard condition، اذا ما كانت على standard condition اللي حللنا المشكلة اللي هي معادلة inert اللي بتربط بناتها، اللي قلنا انه inert equation قلنا انه البوتنشال الانرجي لاي سيل اي سيل هي تساوي الاي نوت اندر ستاندرد كونديشن، هاي ستاندرد كونديشن، ستاندرد كونديشن يعني 1 مولر 298 تمبريتشر كلفن 1 اتموسفير ماينس ار تي لين ماينس ار تي ان على اف في لين كيو. شو كل واحده فيهم شو بتعني؟ ار هي عباره عن الغاز كونستانت 8.14 جول مول لكل كلفن، تي اللي هي التمبريتشر على بالكلفن، ان نمبر اوف الكترون ترانسفيرد، واي نوت ستاندرد سيل بوتنشال ماشي على 1 مولر سوليوشن 298 كلفن اند 1 اتموسفير، والاي سيل سيل بوتنشال اف اللي هو عباره عن فاردي كونستانت 9.6485، وكيو اللي هي ريسيرش كونستانت اللي هي له علاقه في اللي هو عباره عن ايكوليبريوم كونستانت اللي احنا تعرفنا عليه، اللي ممكن يكون في حاله اذا كان في عندي ايكوليبريوم بيكون عباره عن كي ماشي، اذا كان في حاله ايكوليبريوم كونستانت بيكون عباره عن كي، وكيو خلينا نذكركم فيها انا كان عندي A مثلا زائد B بتعطيني C بلس D، ف 2 5 3 فرضا، فقيمة Q في الحالة بتكون هي الإكوليبريم كونستانت D مرفوع على القوة 3 في C مرفوع على القوة 5 على A سكوير في B اللي هي الإكوليبريم كونستانت، هاي اللي احنا حكينا عنها. لاحظ هنا شغلة كثير مهمة، إذا كانت under standard condition أو إذا كانت Q تساوي 1، إذا كانت Q تساوي 1 معناته هذه كلها تساوي 0، فالإي هي عبارة عن E not ماشي تمام. فهاي اللي احنا قيمتها. هلا by the way R T على F ماشي، R T على F إذا كنا بنحكي إذا كنا في حالة اتزان هاي معادلتنا E تساوي E نوت ماشي ماينس R T على N F لين Q. إذا كان في عندي أنا وحكينا إذا كانت في عندي أنا في إذا كنا في حالة إكوليبريم
equilibrium معناتها كيو في الحالة ماشي معناتها دلتا جي تساوي زيرو. أذكركم إن احنا حكينا دلتا جي إما نيجاتيف سبونتينيوس أو إذا كانت دلتا جي بوزيتيف بتكون نون سبونتينيوس وإذا كنا دلتا جي تساوي زيرو بتكون في عندنا حالة إكوليبريوم. ماشي، إذا كنا في حالة إكوليبريوم دلتا جي تساوي زيرو معناته في هالحالة إي تساوي زيرو. إذا كنا في حالة إكوليبريوم فبتكون إي تساوي زيرو، هذا الحكي بيعني إنه at equilibrium ماشي at equilibrium E not ما دامها تساوي 0 E not تساوي R positive RT على NF في لين Q ماشي لين Q تمام. طبعا بنحكي احنا في هالحالة طبعا قيمة اذا كنا بنحكي كنا في ستاندرد كونديشن ستاندرد كونديشن ماشي كونديشن معناتها تي عبارة عن 2.998 ماشي واف معروفة معناته ان احنا بنقدر عشان نحول هالمعادلة لمعادلة اسهل انها قيمة ار تي على F هي عبارة عن قيمة ثابتة لأن T معروف 298 و F عنا و R عنا بتكون هاي قيمتها 0.0591 أو بمعنى آخر E not equal ماشي 0.0591 مباشرة على N ماشي N تمام في log. لاحظ أنه محولها كمان للوج هنا ماشي حولينها إلى log K سي إذا كنا بنحكي قاعدين على solution equilibrium موجود في solution تمام. هاي اللي احنا حكينا عنها ماشي. ناخذ مثال قبل ما ناخذ مثال ناخذ مثال بس نفتح صفحة discard ماشي وهي نيو سلايد عشان نكتب عليها ناخذ مثال على سبيل المثال هاي كالكوليت نفس المثال اللي حليناه قبل الان لكن راح نطلب منه اشي اخر ناخذ مثال كالكوليت كي for Zn plus كبر plus 2 كبر solid زائد Zn plus 2. طبعا هذا المثال احنا حليناه قبل شوي تذكروا كانت قيمة E not وين حلينا هيو كانت قيمة E هي عبارة عن 1.10 فولت. هذا مثال حليناه طبعا من المثال اللي حليناه قبل شوي كانت قيمة E not equals 1.1 فولت. ممتاز، المطلوب نحسب K. الموضوع كثير بسيط، هي أنا عندي هنا E not equals 0.059 over N ln K ماشي أو اللوغاريتم K تحديدا ماشي KC. طبعا في هالحالة أنا عندي قيمة N هي number of electrons في هالحالة N تساوي 2 ماشي معناتها E not اللي هي 1.1 volt equals 0.059 over 2 logarithm KC في الحالة KC equal طبعا هاي عبارة عن نعمل عنا أنا هنا 1.1 multiply by 2 divided by 0.059 تساوي logarithm K ناخذ انتلوج فبتطلع عندي كيسي عبارة عن 1.9 × 10³ زي ما احنا شايفين انه قيمة كي كثير عالية معناته التفاعل ما في إكوليبريوم تفاعل ماشي باتجاه واحد وهو سبونتينيوس ماشي. اذا حبينا نحسب دلتا جي ما في اشكالية دلتا جي زي ما احنا عارفين هي عبارة عن ماينس ان اف في اي
ماشي، هي برضو تطبيق مباشر تمام ماشي، اللي هي فعليا بتكون دلتا جي ماينس 1.1 ملتبلاي باي 2 ضرب 9 6 4 8 5 9 6 4 8 5 اي ان عبارة عن 2 اي 1 اي 1.1 وهذا عبارة عن 9 6 4 8 5 فبتطلع عندي انا هنا دلتا جي equals divided by طبعا بقسمها على 1000 اساس تطلع عندي انا ماشي بتطلع عندنا ب عبارة عن 2122.67 كيلو جول ماشي مباشرة ماشي. فهاي هي الآلية اللي هي معناته احنا في تجربتنا اللي رح نعملها اليوم هي فقط رح نقيس رح نعمل جالفانيك سيل ونشوف قديش قراءة الفولت ونحسب منها زي ما شفنا دلتا جي والكوليبريم كونستانت. هاي مثال ثاني على سبيل المثال consider the voltage cell made of SN electrode تركيزه 0.1 solution in 1/2 cell and 0.1 مولر من الألمنيوم نقدر سيل temperature على 273 وهي البوتنشال انرجي اللي عندنا لكل واحد فيهم. طبعا زي ما احنا شايفين انا عندي اثنين هنا نيجاتيف فبالتالي between these two reaction SN I prefer to reduce. ليش؟ طبعا الـ SN plus 2 لاحظ انه عندك انت هنا minus 0.14 فبالتالي هو more positive close to zero فهالحالة بفضل انه يعمل عملية reduction نفس القاعدة اللي اخذناها قبل شوي انه كل ما كانت more positive فبتكون بتعمل عملية reduce او بتعمل عملية reduction بينما الألمنيوم بفضل انه يكون يعمل عملية oxidation. طبعا احنا كنا نتأكد منها بالطريقة هاي لاحظ انه هاي عندي عملية اكسيديشن ما دام يعمل عملية اكسيديشن فلازم اعكس التفاعل عكس التفاعل زي ما احنا شايفينه انا عندي هنا صار عملية اكسيديشن فالاي نوت طلعت بوزيتيف. احنا هدفنا دائما تكون قيمة اي اكثر بوزيتيف بينما لو عملنا العكس فرضا لو عملنا العكس ماشي خلينا الاس ان هو اللي يعمل عملية الاكسيديشن والالمنيوم هو اللي يعمل عملية الريدكشن هالحكي مش صحيح طبعا لكن في هالحالة رح يبين خطأنا انه قيمة الاي نوت رح تطلع بالنيجاتيف احنا الهدف انها تكون في البوزيتيف لان هي مور سبونتينيوس فبالتالي القاعدة المعتادة انه كل ما كانت اقرب للزيرو كل ما كان عمل ريدكشن اكثر. بالمحصلة عند الاي نوت للسل هي عبارة عن 1.52 هي عبارة عن مجموع ثنتين طبعا هنا عندي هنا 2 الكترونز هنا لاحظ انه هنا لازم اضرب هنا بثلاثة وهنا بدي اضرب انا عندي في المعادلة باثنين والشيء المهم انها قيمة اي نوت ما بتتأثر في عملية الضرب قيمة اي نوت ما بتتأثر بعملية الضرب ماشي. فهي اللي احنا عملناه وبناء عليها هاي الاوفر اول رياكشن الموجودة عندنا وكانت قيمة نرجع نتذكر انها قيمة اي نوت للسل هي عبارة عن 1.52 واي نوت 1.52 فولت. كمان مرة لاحظ انه احنا لما ضربنا عشان نعمل عملية الاوفر اول رياكشن ما بنضرب الاي نوت لانها ما بتتأثر بعملية الضرب. طب وين بدي استخدم الثلاثة؟ هلا بنشوف نستخدم الثلاثة بفيدونا انا عشان نحدد موضوع الاكوليبريوم اللي صارت بين ايدينا لانه احنا الرياكشن تبعنا هي 3SN زائد 2AL بتعطينا 2AL معناته في هالحالة K هي عبارة عن AL plus 3 2 في ال SN 3 هلا بنتفاهم عليها هاي السوليد قبل ما حدا يحكي انه احنا خربطنا احنا ما خربطنا نحطها عشان نشطبها بعدين على لاحظ انه احنا مدام سوليد ما بندخلها في الكونستانت فبالتالي احنا بنحطهاش من الاساس تمام divided by في الحالة على الـ هاي البرودكت على الرياكتان طبعا هاي برضو كمان ما بنحطها فبتصفي K على اللي هي ال SN بلس 2 لانه احنا في الاكوليبريوم كونستانت زي ما تعلمنا ما بنحط المواد الصوليد. اوكي بدنا نحسب اي للسل لكن لانها مش ما دام مش في ظروف معياريه ما دام مش على ستاندرد كونديشن احنا بنعرف انه هي عباره عن 1.52 لو كانت في ستاندرد كونديشن كان الاي للسل نفسها لكن هي مش في ستاندرد كونديشن فبدنا نطبق معادله نيرست اي للسل تساوي اي نوت ماينس ار تي ان اف على لين اي كيو
E نوت للسل ماينس ار تي على ان اف في لن اللي هي الاكوليبريم كونستانت او الكوتانت اللي هي زي ما عبرنا عنها قبل شوي لانه احنا السوليد ما بنحطه. بعد هيك في عندي فقط تطبيق مباشر. هاي انا عندي الاي سل 1.52 حسبناها في ار هيها جول مول كلفن في 273 كلفن بتروح مع كلفن على 6. لاحظ عندك انت هنا 6 ماشي N عبارة عن 6. من وين جبنا 6؟ نرجع للتفاعل تبعنا 6 اللي هو عبارة عن التوتال مولز اللي عندنا هنا 3 × 2 = 6. فتوتال نمبر هاي اوف الكترونز توتال نمبر اوف الكترونز لاحظ احنا الن بتمثل عدد الكترونات فبالتالي انا عندي هنا 6 الكترونات و6 الكترونات لانه ضربنا الكترونات باثنين فالN فالحال هو عبارة عن 6 الكترونز لانه حتى نستفيد من عملية البالانس. ف هاي موجودة عندي وهي الأرقام الكونسنتريشن تبع الألمنيوم والكونسنتريشن تبع الأس أن 10 ماشي. تطبيق مباشر تطلع عندي أنا قيمة الـ 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 الإيد السل اللي هي 1.51 فولت ماشي تقريبا شبه. لو فكرنا نحسب قيمة طبعا محسوبة ممكن نحسب دلتا جي إذا حبينا. دلتا جي تساوي ماينس إن إي أف إذا حبينا نحسبها وتطبيق مباشر. فهذا هو الأساس في تجربتنا. شكرا والله يعطيك العافية. قبل ما أنهي المحاضرة نتذكر بس شغلة كثير مهمة أكد عليها اللي هي عملية الN. الN بتمثل total number of electron بس أكد عليها أوضحها لأنه حسيت أنه ممكن تكون خربطوا فيها. من وين جبناها؟ هاي أنا في عندي هنا في عندي oxidation عندي هنا reduction by 2 electrons وهنا في عندي oxidation by 3 electrons. لما عملنا balance ضربنا هاي بثلاثة واثنين فهنا في عندي 6 electrons وهنا أنا عندي 6 electrons زي ما احنا شايفينها 6 electrons مع 6 electrons فN في هالحالة بتكون 6 بس للتوضيح. شكرا سلام عليكم.